Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Riyad Mustafa. Aujourd'hui, inshallah, dans cette séance, radina nahdar ala disjonction des cas. D'accord? Le raisonnement par disjonction des cas. Le tensement de l'arabia, stidlal bifasl halat. D'accord? On discute certains cas pour arriver à la réponse. Donc, choufoullah d'alik. Tanadar ala. Programme première année bac, soit sciences maths ou bien sciences expérimentales. Le halat li tataf est le raisonnement. Qui tataf imma fi les équations, li fihom valeur absolue ou bien la racine carrée. Ou la fi les inéquations, li tamo fihom valeur absolue ou racine carrée. Ou la parfois tqadrou des questions tlqaoum bhal montrer mathalan anna n au carré plus 5n plus 8. C'est un nombre, par exemple, c'est un nombre pair. Montrer que cette expression, qu'il est pair, quel que soit n appartient à n. Ne fait le halar, tu discutes les cas. Si n est pair, voilà, je vais vous dire n a ta ou d'avis de cas, ou tu trouves le résultat de la carcasse de projet sous forme d'un nombre pair. Ou si n y est impair, ou tu n'as ta ou d'un b de cas plus 1, tu t'amènes les parenthèses, et à la fin, tu as le résultat de la ou conclusion, du coup, pour tout n, soit qu'un pair ou un pair, la dîme de l'expression est les pairs. Et donc, il y a un peu de halat. D'accord? Halat, il y a maintenant des questions, maintenant, montrer que n facteur n plus 1 sur 2 maintenant appartient à n. Ou la question, montrer ça en utilisant le disjonction des cas. Quand on a une disjonction des cas, je vais vous dire, mais il y a le raisonnement de l'examen. هنا كتولي مفروض عليك تستعمل هذاك الريزومون سينو الا درتي شي ريزومون واحد اخر ما تيتحسبش. اذا في هذه الحاله اللي بغيت نبين هذه بطبيعه الحال كل سوا ان ابارتي ان شنو ندير ان ديسكوت لي كاس سي ان بير نعوض ان بي دو كا خاص هاد الريزولتا نلقى في الاخر تحيد هاد الفراكسيون نلقى اونتي ناتور نقول فوالا دونك هذا راه ابارتي ان ثم سي ان اي ان بير غتعوض ان بي 2 كا بلس 1 وندير لي بارونتيز داكوغ غتولي هنا 2 كا بلس 1 اونتر بارونتيز وهنا 2 كا بلس 1 بلس 1 دونك غتولي 2 كا بلس 2 اي تو كونتيني ا سامبليفي لوغسك حتى تحيد هاد الفراكسيون اي على فان تقول ابارتي ان وفي الكونكلوزيون تقول بور تو ان سوا كان بير ولا ان بير راه ديما هاد الفراكسيون ابارتي ان دونك هادي هي الدوزيام كا اللي تتكون فيها هاد الريزونون بار ديسونكسيون دونك هادو هما الحالات الكتار اللي تيتحطوا في لي كونترول بالنسبه لديسون دي كا داكوغ هادو تنهضر على الحالات اللي تيتحطوا بزاف في لي كونترول تخي بيان غادي نهضر على الفالور ابسولي فوقاش مثلا نلقى واحد ليكواسيون ولا ان ايكواسيون فيها فالور ابسولي وما تنستعملش فيها كاع هاد الريزونمون الا قال لي ريزودر دون ان راه عندي الاختيار هنا اما ندير ديسجونكسيون دي كا ولا نقدر نجاوب لي بات شي ميثود اخرى انا هضر على الحالات اللي فيها فالور ابسولي ما تنديروش فيها ديسيون دي كا اللي ما بغيناش نديرو فيها ديسيون دي كا يمكن لي نديرو فيها طرق اخرى وتتكون بلي فاسيل بحالاش مثلا عندي مثلا اكس موان 3 موان 5 ايغال 0 هاد ليكسبريسيون مثلا وهاد ليكواسيون بغيت نحلها هنا شي ملي تكون عندكم غير فالور ابسولي وحده امور تكون تري سامبل يعني هنا الا ما بغيتش كاع ندير ديسجونكسيون دي كا نقدر هادي ندير بحال اكس موان 3 وهاد موان 5 الجهه الاخرى يعني باش شنو درت بحال عزلت الفالور ابسولي بحده في واحد الجهه عندنا واحد القاعده شنو تقول الفالور ابسولي تيساوي واحد نون بوزيتيف سا سينيفي كو هذا يساوي هادشي اللي كاين داخل يساوي 5 او هادشي اللي كاين داخل يساوي موان 5 لانه هادي قاعده نذكر بها هي فين هي ملي تكون عندنا الفالور ابسولي ديال اكس كتساوي واحد نون بوزيتيف سا سينيفي كو اكس ايكال ار و اكس ايكال موان ار اما الا كانت الفالور ابسولي كتساوي واحد نون نيجاتيف هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون لان غادي تنعرفو عليها بوزيتيف ولا كانت هادي نيجاتيف دونك ما تكونش عندها سوليسيون اذا هنا في هاد القاعدة خاص ضروري ار يكون بوزيتيف كانت عندي ايكواسيون بحالك نقدر نكتبها بحالك بلا ما نمشي ندير ديسونكسيون ديكا ونكمل يولي عندي دوز ايكواسيون وفي الاخر راني ساليت ايضا ملي تيكون عندنا فالور ابسولي كتساوي فالور ابسولي حتى هنا نقدر ما نديرش اما هنا عندنا دو فالور ابسولي حنا قلنا ملي تيكون عندنا دو فالور ابسولي ديجا في واحد الفيديو قلت راه يستحسن اننا نديرو مثلا طابلو تسين بحال هنا كانت فالور ابسولي كتساوي فالور ابسولي يمكن لك ما ديرش كاع الطابلو تسين هنا عندنا قاعده هنا في الترونكو ما شناها نقدر هنا ندير هادش
x كتساوي y و x تساوي موان y. دونك هذه قاعدة خاصها تحفظ، ولكن فوقاش تطبقها بالنسبة تكون عندي فالور ابسولي كتساوي فالور ابسولي. داكوغ. بالنسبة لزين ايكواسيون تتكون عندنا مثلا الفالور ابسولي ديال x كتصغر من واحد النومبغ اللي هو بوزيتيف، هنا طبعا الحال هاد x اللي كنهضر عليها هنا وهنا وهنا راه تقدر تكون اكسبريسيون. المهم فالور ابسولي صغار من شي نومبغ بوزيتيف، شنو تنديرو هنا؟ يمكن لك تحيد فالور ابسولي بلا ما دير ديسونك دي كار. شنو تندير؟ قاعدة عندنا شنو في شنو في الترون كومان هو انه تندير هنا r، كنحيد الفالور ابسولي وتندير الجهة الاخرى هنايا موان r اي هنايا في هاد البلاصة. الا كانت عندي اكسبريسيون تنحاول انكادري في الاخر اكس، ملي تلقى اكس مثلا محصور بين مثلا موان 4 و 5 راه كتكون السوليسيون ديال هاد ليكواسيون راه هي الانترفال موان 4 5، يعني تكون بحال موان 4 5. داكوغ. هادي تنهضر الا كانت مثلا هنا لقيتي اكسبريسيون راه في الاخر تتحاول انكادري اكس، ملي تانكادري اكس فوالا انت كتعطي سوليسيون. كاين عاوتاني واحد القاعده اخرى في لينيكالتي، متى تكون لافال ابسولي كبر من شي نوع بوزيتيف، يعني متى تكون عندك فوالا هنا ما نحتاجوش عاوتاني نديرو ديسيون دي كا. عندنا قاعده الا كانت هادي بوزيتيف وعندنا هنا فالور ابسولي، شنو تندير؟ اكس كبر من r سوبيريور ستريكتومون r او x انفيريور ستريكتومون r. الا كانت هنا ايكال تندير هنا ايكال وهنا ايكال. داكوغ. اذا هنا هادو الا صادف شي دي زيكواسيون اللي فيهم بحال هاد الحالات، ولا دي زيكواسيون اللي فيهم بحال هاد الحالات، راه ما نحتاجوش نديرو الغيزومون باغ ديسونكسيون ديكا. داكوغ. تري بيان. الحالات اللي تتعطى بالنسبه للغاسين، الغاسين كاين تقريبا الحال اللي تتعطى بالنسبه للغاسين بالنسبه للزيكواسيون ديما تتعطاكم بحالك، يعني الا تحطت شي حاجه في الكونترول كتكون هنا شي بولينوم نسميها بزاف عام بي اكس، وهنا عاوتاني واحد البولينوم. اذا تحطت شي انيكواسيون بهذا الشكل هذا كندرسو جوج الحالات. في الاول راه كتحدد الدومين دو ديفينيسيون، داكوغ، لانه عندنا غاسين خصني ندير هادشي كبر من زيرو نلقى الدومين دو ديفينيسيون، بحال تنحدد الدومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون. وفي الحقيقه الدومين دو ديفينيسيون في الحقيقه كنسموه الدومين دو فاليديتي، داكوغ، مي نتوما يمكن لكم ديروا الدومين دو ديفينيسيون، سي با ان بروبليم، داكوغ. ما تندقوش في بحال هاد الامور هادي سورتو في سلك الثانوي التاهيلي. داكوغ. دونك فوالا، دونك كنحدد الدومين دو ديفينيسيون، من بعد تندرس جوج حالات. الا كان هذا نيجاتيف اس تساوي لونسون فيد، علاش؟ لان ولا عندي بوزيتيف كيساوي نيجاتيف. اذا بخوميير كا الا كان هذا نيجاتيف اس ان تساوي لونسون فيد، نقول كا غادي راه بوزيتيف وغادي نيجاتيف. دوزيام كا، سي هذا بوزيتيف، هنا ملي تتقول هذا بوزيتيف وديجا هذا بوزيتيف، هنا كتمشي ابخي كتشد هادي ترفع اوكاري وهادي اوكاري باش تحيد الغاسين، من بعد تيولي عندك غير دي بولينوم، تجمع كلشي في واحد الجهة وخلي واحد الجهة فيها زيرو وحل هاديك ليكواسيون. تقدر تخرج دوزيام دوغري، تقدر تخرج غير بخوميييغ دوغري، وملي تسالي راه كدير اس دو، خاصة هاديك السوليسيون تكون في لانترفال اللي خديتي في ملي درتي هذه كبر من زيرو، تكون حددتي واحد لانترفال مثلا الا خرجك اكس كبر من 4، يعني خاص هذوك لي سوليسيون اللي تلقاهم في اس 2 يكونوا في لانترفال 4 بلس انفيني، يعني انت حددتي لانترفال اللي تخدم فيه صافي. في الاخر كونكلوزيون، اس كتساوي اس 1 اللي لقيتي في بروميير كا، اونيون اس 2 اللي لقيتي في دوزيام كا. بحال في لي زيكواسيون كنجمعو غير لي سوليسيون، يعني قبل ما دير اونيون دير غير لي سوليسيون اللي خرجوا ليك جمعهم صافي. كاين عاوتاني بالنسبه للزيكواسيون ممكن يكون عندها بحال بي اكس صغر من كيو اكس، اولا الفالور ابسولي ديال بي اكس باردون الغاسين ديال بي دو اكس كبر من كيو دو اكس، هنا تيقدر يكون عندنا اصغر ولا اكبر. هنا نفس الشيء عاوتاني كنحدد الدومين دو ديفينيسيون، لانه عندنا غاسين اكس كاين على الانتيريور، ومن اللي تحدد الدومين دو ديفينيسيون كنتي ديسكيت دو كا، الا كان هذا نيجاتيف ولا كان هذا بوزيتيف، يعني تكون عندنا اس 1 و اس 2، ملي تسالي دير اس كتساوي لا غينيون ديال لي دو سوليسيون. داكوغ. حنا باش نطبقوا هادشي عندي واحد ليكزيرسيس هنايا قدامي. فوالا دونك ديجا صراحة بالنسبة لهاد ليكزيرسيس ديجا درت لي الكوريكسيون وصحتو مع شي تلامد، مي جي سولمون انفايي لي ريبونس ولقاو اشكال باش يفهمو لي ريبونس لي صيفط ليهم. انا هنا غادي نحاول
نوضح بالنسبة هاد لي ريبونس نوضحهم مزيان. دونك عندي ديجا الامور هي مقاده. دونك اون ريزو ليكواسيون نبدا بهاد ليكواسيون الاولى. داكوغ تري بيان. دونك شنو عندنا هنا بروميير كا؟ هنا عندي فالور ابسولي وحده. حنا ملي تنبغيو نحلو شي ايكواسيون اول حاجه شنو تندير؟ خصني نحيد لا فالور ابسولي. داكوغ كون كانت عندي بحال الحاله اللي كنت هضرت عليها قبيله مثلا كانت عندي هاد الحاله هنايا هادي اولا هادي ما يكونش عندي مشكل. عندنا قاعده نقدر كاع ما نخدمش في ديسجونكسيون ديكا دغيا كتكون عندي ايكواسيون فيها مثلا فالور ابسولي كتساوي فالور ابسولي كندوز لدوز ايكواسيون لا فالور ابسولي حيدت بحدها. الا كانت عندي فالور ابسولي كتساوي انه بوزيتيف نفس الشيء كندوز من هنا لهنا الفالور ابسولي كتحيد بحدها. داكوغ مي في هاد الحاله ما يمكنش لينا نوصل لهاد الوضعيات. اذا هنا شنو غادي ندير؟ كنمشي انا باش نحيد الفالور ابسولي خصني نعرف لو سين ديال داكشي اللي كاين لداخل. داكوغ دونك ملي تكون عندي فالور ابسولي وحده كنمشي لهادشي اللي لداخل. بروميير كا الا كان هادشي اللي كاين لداخل بوزيتيف داكوغ فوالا سي تادير ونكمل هاد ليكواسيون هادي خصني نخرجها باش نعرف اكس اكزاكتومون واش فين الانترفال غادي يكون. دونك يو سي في انه موان 3 جي على خاطر ولي عندي اكس كبر من 3. داكوغ دونك في بروميير كا خاص هاد ليكواسيون ملي نحلها نلقى لي سوليسيون ديالها كاينين في الانترفال 3 بلس انفيني لان انا خدام غير في هاد الانترفال ملي يكون اكس كبر من 3. داكوغ كنجي ليكواسيون دو فيان كنمشي لهاد ليكواسيون هادي ملي لانه دابا خصني نحيد لابار ابسول لانه دابا عطيت ان هاد ليكسبريسيون راه عطيتها باردون انا نسيت واحد زيرو عطيت هاد ليكسبريسيون كبر من زيرو. داكوغ اي دونك الا كان هاد ليكسبريسيون اللي داخل كبر بوزيتيف يعني ملي تنحيدو لابار ابسول حتى حاجه ما تتشونجا سي بيان. دونك دو اكس وكاري خليتها موان اللي كاين بقات و اكس ناقص ثلاثة ملي نحيد لابار ابسول غتبقى هاد ليكسبريسيون تبقى هي هي بويسكو هنا عندنا اكسبريسيون درت اقواس لانه ديجا كاين واحد موان لي سين غادي تغيرو ابخي. دونك درت اقواس موان 4 ايكال 0 ابخي حيدت الاقواس شونجيت لي سين على فان خرجت لي هاد ليكواسيون هادي ايكواسيون دوزيام دوغري. داكوغ نقدرو هنا نديرو ايكيفالون لي زيكواسيون ملي تنكونو نخرجو فيهم راه تنديرو لي زيكيفالون. درت دلتا لقيت دلتا بوزيتيف تخي بيان دلتا كلكم تتعرفو لي لقيت السوليسيون الاولى 1 السوليسيون الثانية موان زان دومي. هنا ملي تلقى هاد لي سوليسيون خاص ضروري نتاكد ان هاد لي سوليسيون راه كاينين في هاد الانترفال لانه خدام انا غير في هاد الانترفال ملي يكون اكس كون 3 واحد راه كبر من 3 ناقص واحد على جوج باردون واحد ما كاينش في هاد الانترفال 3 بلس انفيني وحتى ناقص واحد على جوج ما كاينش في هاد الانترفال 3 بلس انفيني. دونك جيت هنا هاد الكارتون بويسكو اي موان زان دومي نابارتيان با دونك ما يمكنش ناخد هاد لي سوليسيون ندير اس ان ايكال لونسون في. كندوز لدوزيام كاب ملي تتكون اكس ملي تتكون هادي او تاني نيجاتيف. دونك الا كانت هادي نيجاتيف سي تاع ديال كوا كو اكس غير من 3 اذا دابا غنولي خدام في انطرف الاخر اللي هو موان انفيني 3. مشيت ليكواسيون هادي اللي عندي هنايا الا كان هادشي اللي كاين لداخل نيجاتيف دابا عرفت لو سين ديال هادشي اللي كاين لداخل يمكن ليا نحيد لافار ابسولي. ملي تنحيد لافار ابسولي على واحد ليكسبريسيون اللي هي نيجاتيف شنو تيبقى؟ كنكتب لوبوزي ديال هذا. شنو لوبوزي ديال هذا؟ تنغيرو السين كامله تولي عندي موان اكس بلس 3 وهذاك الشيء اللي جيت انا درت هنا في ليكواسيون. ليكواسيون دوفيان 2 اكس وكاري موان اكس بلس 3 ودرت ضروري الاقواس داكوغ لانه ديجا عندي واحد موان قبل من الفالور ابسولي موان 4 ايكال 0 حيت هاد بارونتيز خرجت لي ايكواسيون بحال دو دوزيام دوغري. درنا ليها السوليسيون ديالها دونك دلتا لقينا بوزيتيف 57 ني با ان كاري بارفي دونك هنايا ماشي مشكل. اكس 1 دونك عطاتني هاد ليكسبريسيون اكس 2 عطاتني هاد السوليسيون. هنا خصني نتاكد ان هاد جوج هادو هذا خصهم ضروري يكونوا في هاد الانترفال هذا. هنا كاين اللي تيصعب عليا انه يتاكد كاين عندنا دو ميثود باش نتاكدوا. الا كان عندنا الحق في الكالكولاتريس باش نحسب غير هذا ونشوف الريزلت فينال ندير هذا في الكالكولاتريس وندير ايغال ونشوف الريزلت شنو تخرج لي. داكوغ الا خرجت لي واحد النومبر صغر من 3 دونك غناخذو. خرجت لي واحد العدد اللي ما صغرش من 3 ما غاديش ناخذو. تري بيان فوالا كاينه طريقه اخرى هو انك انت تسيبوزي دونك تسيبوزي ان هذا الشيء اللي هو موان زان
يعني الا ما بغيتيش دير كالكولاتريس غادي تسيبوزي مثلا انه فوالا سيبوزي انه مثلا موان زان بلوس راسين سانك في الوسخ ديالك سور كاتر سيبوزي اصغر من ثلاثة داكور سيبوزي هادي اصغر من ثلاثة وتبقى غادي بديزيكيفونس الا وصلتي لواحد الريزولتا اللي هي توجور فغي صافي ان هادي راه فغي دونك هنا شنو نقدروا نديروا باش نتاكد فعلا واش هادي صغر من ثلاثة انا سيبوزيت ان هادي صغر من ثلاثة نضرب هنا في اربعة وهنا في اربعة شتولي عندي موان زان بلوس راسين 57 صغر من 12 من بعد موان زان جي على الاخرى تولي راسين 57 صغر من 13 الى رفعنا هادي او كاري تولي هنا 57 وهادي الى رفعناها او كاري تولي 169 اذا 57 راه صغر من هادي وبالتالي هنا راه مشينا بليزيكيفالونس سي بوزيت ان هادي صغر من ثلاثة ومشيت بليزيكيفالونس توصلت لواحد الغيزيت واحد البروبوزيسيون لي توجو فري صافي دي هادي راه فري وهادي فري وهادي فري اذا هاد العدد فعلا راه صغر من ثلاثة اذا انا ما استعملت الكالكولاتريس لا والو فوالا دونك انا تاكدت من هذا بنفس الطريقه هذا الى تخي كلي انه صغر من ثلاثة علاش لانه هذا راه نيجاتيف هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف دونك نيميراتور نيجاتيف على بوزيتيف غيبقى نيجاتيف وملي تنقول اكس صغر من ثلاثة راه فيها لي نومبر نيجاتيف كاملين داخلين في هاد لانترفال لانه هاد لانترفال شنو هو راه موان انفيني 3 داكوغ دونك كاع لي نيجاتيف لي نومبر نيجاتيف راه كاين هنايا دونك ناخدو هادو بجوج اي بويسكو اكس ان اكس دو ابارتيان تنهضر على هادو هذا ابارتيان موان انفيني 3 دونك ناخدو هاد لي سوليسيون دونك شنو درت هنا دونك اس دو فوالا شنو تتساوي كونكليزيون كونكليزيون شنو تندير في اس كنشوف هادوك لي سوليسيون اللي خرجوا لي في اس 1 في اس 2 اس 1 حنا خرجت لينا لونسون فيد يعني ما فيها حتى شي سوليسيون دونك كناخذوا غير هاد لي سوليسيون ديال اس 2 فوالا تنكتبهم تنكون ساليت داكوغ دونك سي تري سامبل ما كاينش شي صعوبه ندوز بالنسبه للدوزيام ايكواسيون فيها دو فالو ابسولي هنا الله يرضي عليكم كاين اللي كيدير طابلو دو سين هنا ديما تكون عندنا دو فالو ابسولي ندير طابلو دو سين كاين اللي تيدير هاد الطابلو هذا وهنا كيوضع هاد لا فالو ابسولي كلها تيوضع هنايا وهادي كلها هنايا ومن بعد هنا كيبدا كيحيد لي فالو ابسولي وتيكتب دي زيكسبريسيون هنا انا ننصحكم لانه كاين واحد المجموعه ديال التلاميذ تيترونوا ملي تيخدموا بطابلو بحال هكا انا ننصحكم في الطابلو تين شنو دير ما ديرش انا لي فالو ابسولي يعني هاد فالو ابسولي هادي ما ديرهاش انا في الطابلو شنو غادي دير حنا اللي تيهمنا هو نعرف لو سين ديال داكشي اللي كاين لداخل هذا هو لو بلوز امبورطون دونك شنو ندير ندير اكس ونقلب شنو هما لي زيكسبريسيون اللي كاينين داخل اللي كاينين على انتيرو ديال الفارو ابسولي كاين عندنا اكس موان زان كنجي نوضع في الخانه الاولى وكاين عندنا اكس بلس كان ادخل ندير نوضع في الخانه الثانيه اكس موان زان فين تدنا عدد كنمشي نحل كندير هاك اكس موان زان ايكال 0 صافي اكس ايكال 1 دونك عندنا عدد في 1 وبالنسبه لاكس بلس 4 غندير اكس بلس 4 ايكال 0 صافي اكس ايكال موان 4 دونك هادي غاد اكس بلس 4 غادنا عدد في موان 4 والاخرى اكس موان زاد هذا في ترتب هذا العدد واحد وناقص اربعه ناقص اربعه تكون على اليسار مع اليمين لانه هنا الاعداد خاصها تكون اوردوني دو فاسون كرواسون من الصغير للكبير مزيان كندير هاد الخطوطة بحال هكا يا يا بخي نشوف اكس موان زاد لقيتها كتانيولا في ان و اكس بلس 4 لقيتها كتانيولا في موان 4 مزيان لي سين كيفاش تنوضعهم عندنا قاعدة مثلا تكون بولينوم دو بخوميييغ دوغري هنا على اليمين ديال هاد زيرو كندير لو سين ديال ا انا راه هي واحد دونك ندير هنا بلوس وعلى اليسار كنديرو كونتخيغ موان موان نفس الشيء هنا ا بلوس دونك على اليمين ديال الزيرو كندير لي بلوس يعني لو سين ديال ا وهنا كدير لو كونتخيغ تخي بيان هنا ملي تنوصل لهاد المرحلة هادي كنشوف في الطابلو مزيان شحال ديال لي كولون اللي تيبانو ليا بين هاد الخط وهاد الخط هذا كنعتبرو انترفال يعني هادي نعتبرها بخوميييغ كاب يعني ملي يكون اكس ابارتي ان انترفال موان في موان 4 عاوتاني بين هذا الخط وهذا الخط هذه كنعتبر الدوزيام كاس صافي دير ملي يكون اكس ابارتي ان موان 4 1 وبين هذا الخط وهذا الخط نعتبر هذه التروازيام كاس دونك يكون عندنا ثلاثه الحالات داكوغ بروميير كا قلنا نهضروا على الانترفال هذه كي دايره الى نيجاتيف وهذه كي دايره الى نيجاتيف مادام عرفت لو سين ديال هذه وهذه في هذا الانترفال كنرجع ليكواسيون هذه نيجاتيف ها شنو غادي تولي لانه تنكتب لوبوزي ديال هادي ضروري ندير اقواس داكوغ موان اكس بلس ان دونك فالو ابسولي حيدات بلوس عاوتاني هنايا شنو قلنا في هاد لانترفال هادي لي نيجاتيف هاهي فين هي صافي ندير ايكال 5 من بعد تنحيد الاقواس كنبقى غادي بلي زيكيفالونس داكوغ سي ميو ندير هنا لي زيكيفالونس ايكيفالون 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 فوالا هنا كاين اللي تيسولني استاذ واش نديرو لانترفال فيرمي ولا اوفير سي ميو ديما دير فيرمي
شي ميثود ديسكوت لي كا ديال غير ديزانتيرا فيرمي سوف عند موان انفيني راه ديما تيكون عندنا اوفر داكوغ. لقيت اس 1 شنو تساوي موان 4 موان 4 كاين في هاد الانترفال كاين على ليميت هي فيني موان 4 خدينا حنا الانترفال فيرمي داكوغ وخاصنا ناخدو انترفال فيرمي سي با كاع اس 1 تتساوي يعني خديت موان 4 وجي جوستيفيت هنايا 4 موان 4 رابط ابارتيان لاتر دوزيام كا كندوز لهاد الكولون الثانية هذا سي اكس ابارتيان موان 4 1 هنا ملي تكون اكس ابارتيان موان 4 1 شنو تيبان ليا من موان 4 1 هاد ليكسبرسيون اكس موان زان هي نيجاتيف و اكس بلس 4 هي بوزيتيف اذا عرفت لو سين ديال هاد جوج دونك يمكن ليا دابا نرجع ليكواسيون هادي نيجاتيف من ناحية الفالور الأسرة نكتب لوبوزي ديالها يعني موان اكس بلس 1 وهادي بوزيتيف من ناحية الفالور الأسرة تبقى هي هي هادشي اللي جينا درنا هنايا سي اكس ابارتيان موان 4 1 فوالا ليكواسيون ها كيفاش غتولي نبقى غادي ولي زيكيفالونس ايزيكيفالونس فوالا وصلت هنا لواحد الغيزولتا اللي هي توجور في ملي تتكون الغيزولتا توجور في شنو تندير لقيت 5 ايكال 5 دونك هادي توجور في صافي دي كاع لي زيليمون اللي كاينين هنا في هاد الانترفال كلهم سو سون دي سوليسيون بوغ هاديك ليكواسيون اذا كشي علاش درت اس 2 كتساوي الانترفال موان 4 1 داكوغ تخيلو كون لقيت مثلا 5 ايكال مثلا 7 نقول هادي راه امبوسيبل وصلت واحد الغيزولتا اللي هي امبوسيبل في هاد الحالة نقول اس 2 ايكال لونسومبل في داكوغ سافو تيغ ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون تخي بيان اذا هي هاد القضيه كنا كنصادفوها في لي زيكواسيون تيقول لي غيزو دو دون ار كتخرج مثلا ليكواسيون في الاخر تلقى مثلا 7 كتساوي 7 هنا ملي تلقى 7 كتساوي 7 كدير اس ايكال ار يعني كاع لي نومبر غير راهم سوليسيون هنا علاش اختارينا هذا بالضبط غير هاد الانترفال لانه انا خدام سولمون في هاد الانترفال جو ديسكوت ليك انا خدام في هاد الانترفال بيسكو لقيت واحد الريزولتا اللي هي توجو فري دونك ناخذ هاد الانترفال هذا يكون هو السوليسيون ما غاديش ناخذ ار لانه انا خدام سولمون في هاد الانترفال تري بيان ثوازيام كا كنهضروا على هاد الحاله هادي ملي يكون اكس ابارتيان ان بلس انفيني دو ميم فاسون غادي نمشي ليزيكيفالون نعوض لانه في هاد الانترفال ان بلس انفيني هاد ديكسبرسيون اكس موان زان الي بوزيتيف و اكس بلس 4 الي بوزيتيف دونك كنمشي نعوض تخرج لي ايكواسيون دايره بحال هكايا فوالا على الفان لقيت اكس ايكال ان كنتاكد واش ان كاين هنا ولا لا حيت الا ما كانش ما تناخذهاش ان كاين في هاد الانترفال دونك كندير اس 3 ايكال ان دابا شنو اللي عندي اس كندير نجمع لي لي سوليسيون كلهم كاين عندنا هنا عدد اللي هو موان 4 وكاين في اس 2 كاين واحد المجموعه ديال الاعداد يعني عندنا انترفال وكاين في اس 3 كاين عندنا ان ملاحظه اساسيه ملي شنو ندير هنا اس ايكال اس 1 يونيون اس 2 يونيون اس 3 يعني نجمع لي سوليسيون كاملين هاد لو 1 راه ديجا كاين هنا في هاد الانترفال في اس 2 وحتى موان 4 كاين هنا دونك السوليسيون تكون هي هاد الانترفال هادي موان 4 1 داكوغ هنا في هاد الانترفال موان 4 راه كاينين لي سوليسيون هادو وكاينين ايضا حتى 1 و موان 4 هما كاينين لانو الانترفال عندي فارمي اي سي اي سي فين داكوغ تري بيان غادي نمشي لهاد ليكواسيون فوالا هادي فوالا هاد لي ايكواسيون قلنا ديما تكون فالو راسين ديال بولينوم كبر ولا صغر من بولينوم سواء كان هنا سوبيريور ولا انفيريور ديما جو ديسكوت سولون هاد ليكسبرسيون لي مفاش راسين ملي تكون بوزيتيف وملي تكون نيجاتيف هنا تشوفوا معايا لا ريبونس ديال هاد لي ايكواسيون اول حاجه كندير هنا دومين دو ديفينيسيون ولا اللي كنسموه دومين دو فاليديتي دومين دو ديفينيسيون يعني بحال تنحدد هذاك الانترفال اللي خاص لي سوليسيون يكونوا فيه وهذاك الانترفال اللي هتولي هذيك ليكواسيون عندها ان سونس ماتيماتيك سينو ما يكونش عندها سونس ماتيماتيك دونك دومين دو ديفينيسيون بحال كنحدد دومين دو ديفينيسيون ديال واحد شي فونكسيون اكس ابارس ار تي كل شيء كيكون داخل بوزيتيف صافي دي اكس كبر من واحد يعني ان بلس ان يعني لي سوليسيون دابا ديال هذه ليكواسيون خصهم يكونوا في هذا الانترفال هذا داكوغ تري بيان بخومييغ كا كنمشي ندسكوتي ملي تتكون هادي نيجاتيف بوزيتيف سي 2 اكس موان 3 بوزيتيف الا كانت هادي بوزيتيف ديجا هادي بوزيتيف هنا دونك ملي نكتب سي 2 اكس موان 3 الي بوزيتيف كنمشي نحل هاد ليكواسيون قدام نعطي ديريكتومون سوليسيون صافي ديال موان 3 تحولها رجع لاخرى تولي 3 اي ابخا تولي اكس كبر من 3 سور 2 اذا دابا شنو ندير دابا راني خدام في الانترفال 3 سور 2 بلس انفيني ولكن ما ننساش انا راه ديما خدام في الانترفال 1 بلس انفيني داكوغ مزيان جي تخطيت لي ليكواسيون هادي بوزيتيف شي اللي خديت انا في البروميير كا رفعتو كاري فوالا في الاخر وصلت لهاد ليكواسيون هادي
كلكم تعرفوا ديروا هادشي، ما كاينش مشكل، ما فيش مشكل. هنايا ان ايكواسيون دو دوزيام دوغري، ان ايكواسيون دو دوزيام دوغري كندير رجع ايكواسيون، نشوف دلتا، نلقى لي سوليسيون، لقيت 2 لقيت 5 سور 4. كلكم تعرفوا ديروا هاد لي زيتاب. كندير طابلو دو سين، طابلو دو سين ملي تنديروا الله يرضي عليكم، لقينا ان هاد ليكواسيون هادي كانت انولا في 2 و 5 سور 4. فين الكبير في هاد الجوج؟ هي 2، 2 راه اكبر من 5 سور 4. الا بغيت تعرف كاع دير توحيد المقام ديالهم بجوج، ولا دير والعلاقه السمراء غادي يبان لك ان 2 راه اكبر من 5 سور 4. اذا 5 سور 4 غتكون على اليسار و 2 غتكون على اليمين. تري بيان، ليكواسيون كانت انولا فيهم بجوج، دونك هنا لو سين ديال ا على الاكستيريو والداخل العكس. تري دابا خصني نستنتج اس ان، شنو غادي نمشي ندير هنايا؟ كاين اللي ما فهمش هاد 3 سور 2 من جابها، تيقولي استاذ علاش ما درتيش هنا 0؟ لا 3 سور 2 ما عندهاش علاقه كاع باللي سوليسيون ديال 3 سور 2، غير بغيت نضيفها نقول لكم علاش. اما في الحقيقه ما خصنيش ندير 3 سور 2، غنقول لكم علاش درتها هنايا. انا دابا شنو غندير؟ مشيت درت لو سين ديال هاد ليكسبريسيون، دونك دابا نقلب في الجدول فوقاش هاد ليكسبريسيون اوف غتكون صغر من 0، يعني غنعطي لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. فار هاد ليكسبريسيون غتكون صغر من 0 فهاد لانترفال 5 سور 4 2. وفي الحقيقة شنو خصني ندير؟ خاصني في اس 1 خاصني بعدا هاد ليكسبريسيون تكون نيجاتيف في لانترفال 5 سور 4 2، يعني السوليسيون ديالها راه هي 5 سور 4 2. انا نكتبها باش الامور تبان لينا واضحة مزيان، تكون السوليسيون هي 5 سور 4 2. الا كنت نخرج مثلا في السوليسيون ديال هذه في ار راه تكون عندنا 5 سو 4 2. ولكن ما ننساش انه راني تنخرج في هذه، ولكن بشرط انه اكس راه اكبر من 3 سو 2، يعني خاصني ناخذ هذا اون كونسيديراسيون. يعني شنو خاصني ندير؟ خاصني ندير التقاطع ديال هذا الانترفال اللي هو 3 سو 2. كاين بعد هو من الافضل شي ملي تضع واحد الشرط هنايا، من الافضل تبقى تكتبو هنا في هاد ليزيتاب كاملين، يعني هنا كتخرج في ليكواسيون و اومام طون اي كتزيد هاد اي وكدير اكس كبر من 3 سور 2. دو ميم فاسون اي تعاود تكتب هنا وتعاود تكتب هنا وتعاود تكتب هنا باش ملي تلقى السوليسيون ديال هادي دير لها لانترسيكسيون مع هاد لانترفال، هو سي ميو نبقاو نكتبو اي فوالا تنكمل بهاد الشكل هذا. داكوغ، دونك 5 سور 2 لانترسيكسيون مع 3 سور 2. انا 3 سور 2 غير باش يبان لي هاد لانترفال في الجدول فينال 3 سور 2 بلوس انفيني، دونك لانترسيكسيون ديال هاد لانترفال مع هاد لانترفال غادي تكون هي هاد البلايص هادي اللي هي 3 سور 2 2. داكوغ، بجا مشيتو حددتو لانترسيكسيون ديال هادي راه هي تكون هي 3 سور 2 2. انا درت 3 سور 2 باش تبان لي البارتي اللي هي فيها اللي مشتركين فيها لي دو زانترفال تبان ليا. انت كاين عندنا هاد لانترفال وكاين عندي هاد لانترفال من هنا لهنا، دونك ديال البارتي اللي هي مشتركين فيها يعني لانترفال 3 سور 2 2، وهي في الحقيقه راه ممكن نديرو بحال هكا. هادي غتكون نيجاتيف في هاد لانترفال 5 سور 4 2، دونك غتكون السوليسيون ديال هادي ملي تتكون صغر من 0 غتكون 5 سور 4 2. مي خصني ندير لانترسيكسيون مع لانترفال لانه خدام انا في هاد بهاد الشرط هذا اللي هو اكس خصو يكون كبر من 3 سور 2. لانترسيكسيون ديال 3 سور 2 بلس انفيني، الا درنا لانترسيكسيون ديال الجوج غيخرج لي هاد لانترفال اللي هو كاتب هو هذا. اذا في الحقيقه 3 سور 2 2 شناهي؟ راه هي لانترسيكسيون ديال 5 سور 4 2 مع لانترفال اللي حنا خدامين فيه اللي هو ها هو باش يبان لي مزيان اللي هو 3 سور 2 بلس انفين، لانه ديما خصنا نحترم هاد الشيء اللي عندنا مزيان. هادي اس 1. بالنسبه للدوزيام كا ندير سي اكس 2 اكس موان 3 صغر من 0، سيتادي ان اكس تكون صغر من 3 على 2. في هاد الحاله هنا هادشي عندنا نيجاتيف ياك، دونك خديتو نيجاتيف غيولي عندي بوزيتيف كبر من نيجاتيف. هاد القضيه راه توجور فيريفي، دونك شنو نكتب لي ليكواسيون فوالا اي توجور فيريفي داكوغ. وبالتالي دونك اس 2 شنو غتساوي في هاد الحاله؟ ناخذ هاد لانترفال لانه غيكون هاد لانترفال موالفين 3 سور 2 سوليسيون، ولكن ناخذو ما ننساش ندير معاه لانترسيكسيون مع دي. واحد القضيه الله يرضي عليكم هنا نسيت ما هضرش عليها، هنا ملي لقينا 3 سور 2 2 ديما في اس ام ملي نسالي لقيت لانترسيكسيون ساشون هنايا كنا قلنا نبقاو نكتبو هاد اي اكس كبر من 3 سور 2، دونك لقيت انه السوليسيون ديال هاد ليكواسيون
مع احترام هذا الشرط اللي وضعته انا في البروميير كا، درت 5 سور 4 دو لانتيرسيكسيون مع 3 سور 2 بلس انفيني، عطاتني هذه. ولكن ملي تلقى السوليسيون هذه ضروري ما نديرها لانتيرسيكسيون مع الدومين دو ديفينيسيون، لانه قلنا لي سوليسيون خاصهم ضروري يكونوا في الدي، ضروري يكون في الدومين دو ديفينيسيون. هذا الشيء اللي درنا لانتيرسيكسيون ديال دو دي هو لهنا قصدت به 1 بلس انفيني، ولا درنا هذا لانتيرسيكسيون مع 1 بلس انفيني، هاد الانترفال غادي نلاحظوا راه كاين في هاد الانترفال اللي هو 1 بلس انفيني، وبالتالي لانتيرسيكسيون ديالها تكون هو غتبقى هي هاد الانترفال، حيت هذا راه انكلو دون دي. داكوغ، دو ميم فاصون هنا قلت نرجع هنايا، لقيت ان هاد لينيكواسيون توجو فيريفي، لانه هاد 2 اكس مو 3 نيجاتيف، دونك هنا يكون نيجاتيف هنا بوزيتيف، وحتى نعرف حنا البوزيتيف ديما كون نيجاتيف، دونك لينيكواسيون توجو فيريفي. اذا اس 2 شنو تساوي؟ تساوي لانترفال كول اللي خدامين فيه حنا دابا اللي هو موان في 3 سور 2، وديما لانترسيكسيون مع دي اللي هو الدومين دو ديفيزيون اللي هو 1 بلس انفين، لانترسيكسيون ديال هاد دو انترفال عطينا 1 3 سور 2. دونك في الكونكليزيون شنو تندير؟ اس كتساوي S1 union S2 صافي، وتنجاوب ما تلقاش حتى شي مشكل. داكوغ، تخي بيان. دابا غادي نجاوب لكم على واحد لينيكواسيون مازال ما درتش ليها سوليسيون، هادي تلامد صراحة ما خدمتش معاهم، مي انا نخدمها معاكم اونسومبل. عندنا الغاسين كيساوي x بلس 2، اول حاجة بالنسبة لهاد لينيكواسيون اون ريزو غاسين ديال x او كاري بلس 1 ايكالا x بلس 2. هنا اول حاجه ندير هو الدومين دو ديفينيسيون، كلكم تتعرفوا تلقاو الدومين دو ديفينيسيون، ندير هذا الشيء اللي كاين داخل كبار من زيرو، و اكس كار بلس 1 كبار من زيرو، هاد الكونديسيون هي توجور فيريفي، الا كان توجور فيريفي دونك دي تكون في هذه الحاله هي ار. داكوغ، دونك انا نكتبها ديريكتومون سون جوستيفيكاسيون، مي نتوما بحال الدوفار خصكم تبينوا. دابا غادي نمشي لبخوميير كا، بخوميير كا دونك جو ديسكوت ماتنون جو في لو ريزومون بار ديسونكسيون دي كا. ملي تكون غاسين كتساوي واحد البولينوم كنمشي نشوف هاد البولينوم ملي تتكون نيجاتيف ملي تتكون بوزيتيف. غنبدا ملي تتكون هادي مثلا اما نبدا بها نبدا بلوكا ملي تتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف بحال ماشي مشكل. ملي تتكون مثلا نيجاتيف سي اكس بلس 2 صغر من زيرو، داكوغ، الا كانت هادي صغر ندير هنا انفيريور سخيكتومو. ملي تكون نيجاتيف سي ميو ديال كاع انت سخيكتومو، وخلي لوكا ديال اكس بلس 2 سوبيريور كاع ملي تتكون بوزيتيف. دونك سي اكس بلس 2 انفيريور ستريكتومون ا زيرو، سي تادير كوا؟ سي تادير اكس صغر من موان 2. عقلو ملي تبغو تاخدو لوكا هذا ملي يكون نيجاتيف سي ميو بدا هنا دير انفيريور ستريكتومون زيرو، ملي تكون بوزيتيف دير سوبيريور كالا زيرو. مزيان، الا كانت هادي نيجاتيف ستريكتومون نيجاتيف وهادي راه بوزيتيف، اذا هنا لينيكواسيون ما عندهاش، هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون. دونك S1 égale l'ensemble vide. Ou tu justifies. Car il y a positif ou il y a rien. Car il y a positif ou il y a négatif. D'accord. Un deuxième cas. C'est x plus 2. Had x plus 2 supérieur ou égal à 0. Fait là, c'est-à-dire. Had con x barman moins 2. Très bien. On a l'équation. نجي نكتب ليكواسيون دو فيان، نكتبها فراز ليكواسيون دو فيان شنو غتولي؟ غتولي كوم سا او بيان هنا اصلا ما عندناش فراسو بلا ما نكتبو هاد لافراز، دونك نكتب اون نقدر نكتب ديريكتومون غاسين ديال اكس كار بلس 1 ايكال اكس بلس 2. دونك ملي عرفت ان هادي بوزيتيف دابا يمكن ليا نرفع او كاري باش نحيد هاد الغاسين، رفع انا او كاري تبقى ليا غير اكس او كاري بلس 1 لان الغاسين حيد بها او كاري، وهنا غتولي عندي اكس بلس 2 لو تو او كاري. خصنا نديفلوبي هادي، عندنا اكس او كاري بلس 1 هنا تكون اكس او كاري ايدونتيتي ريماركابل 4x بلس 2 او كاري سي 4. هاد اكس او كاري نقدر نشطب عليها، دو تاعهم كاينين هنا وهنا دونك نحيدهم. شتولي عندي هنايا نقدر نجيب كلشي لهاد الجهة، غتولي عندي موان ندير بعدا 1 موان 4 موان 4x ايكال 0 موان 4x ايكال موان 1 بلس 4. Atelier un des moins 4x égale 3 équivalent que x égale 3 sur moins 4, 3 de moins dans l'alpha, atelier moins 3 sur 4. Donc je vais prendre cette solution. Quand je fais moins 3 sur 4, je vais prendre un effet de domaine ou de là. D'accord? Je vais prendre un effet de là. Moins 3 sur 4. Voilà. Je vais prendre x égale moins 2.
Ça veut dire qu'on a l'un d'intervalle. Moins 2, plus l'infini. Moins 3 sur 4, là, il y a moins 0, donc qui ne fait de l'intervalle. Donc, là, il y a donc je vais dire, d'où S2 égale à moins 3 sur 4. Car, à dire, appartient à moins 2, plus l'infini. Donc, conclusion, je vais dire, grand S, quand je mets les solutions, les kinf, S1 ou S2, S1 me fait attacher la solution, on a la solution, et c'est terminé. Donc il a l'acto, il est très simple. J'espère que les gens qui ont été à l'aide de l'aide de l'aide. Et je vous remercie infiniment, chers élèves. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.